السلام عليكم خوتي اخواتاتي ومرحبا بكم في القناة ديالتكم تريبلت انميت شانل. اليوم القناة ديالتكم غادي تاخدكم معها في واحد الرحلة لمدينة سانتا كروز اللي كتبعد على مدينة ساكرامنتو تقريبا بثلاثة ديال السوايع ديال الطريق. منطقة زوينة سياحية بحرية اللي كتوحشو الجو ديال البحر ديال الرملة. قلنا لما لا نديوهم لهذه المنطقة يزوروها وميم طون درنا لهم واحد المفاجأة. نخليكم معنا باش تعرفوا شنو هي المفاجأة وكيفاش كانت لا رياكسيون ديالتهم اللي عرفوها. كنتمنى على انكم الا كنتي اول مره كتزور القناه على انك تدعمنا باللايك وبالاشتراك وبتفعيل الجرس. الا كنتي من مالين الدار كنقول لك مرحبا بك والدار داركم. مع هذه الأجواء المرحة اللي أخذوها الوليدات في السيارة وصلنا للمدينة ديال سانتا كروز. كان الجو رائع وجميل، فيه شوية ديال البرد ولكن معليش كان الجو يعني إنه زوين لأنه مشينا في الصباح بكري. هنا كنحاول على أنني نعطي الوليدات فكرة على المنطقة اللي غادي نمشيو ليها وعلى المفاجأة باش نوريهم مي هنايا ما حاول ما قدروش يعرفوها كيف ما لاحظتوا. مي حتى درنا هنايا وباقي المنطقة اللي أنا جديدة عليهم أول مرة تيزوروا هذه المدينة يعني تيشوفوا هنا زين بدا كيشوف وبداو هنايا كيحاولوا كيعرفوا أشنا هي المفاجأة. خليكم معنا ونشوفوا كيفاش كانت لا رياكسيون ديالتهم. That's what I told you to see. Do you like the surprise? Yes, Mom! Yes. I don't know what to say to you. Thank you. You're welcome, Habiba. You deserve it. Hope you will enjoy it. Thank you. That was the best. Thank you. There are games. Wow. Games in there. There are games. Mom, this is the best. The soundcheck room. Hey, guys. It's your turn. You can do it. Amazing! Happening?
from there, guys. Enjoying the ride, Sophia? Yes? It's easier, right? من هذا المكان الرائع الجميل اللي كنت منه يكون عجبكم كنقول لكم إلى لقاء قريب مع الجزء الثاني من الجولة ديالنا
في مدينة سانتا كروز. كنتمنى أنكم تشجعونا وما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد للقناة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء إن شاء الله.